توقعات يوم الجمعة الموافق 21/7 21 يوليو 21 تموز 2023، هتبقى عندك توقعات فيها تطوير واضح لخطتك اللي هترغب من خلالها انك تكملها قبل نهاية الاسبوع ده. اليوم هيجيب ليك حظ واضح لكل واحد منكم، لكن مفيش علاقة ليه بانه يحقق كل اهوائه من خلالها. هتنزعج من أخبار كتير بتسمعها، ممكن تبقى مش سارة بالنسبة ليك، بعض منها هياخد منك موقف معين، هتبقى فلسفي بشكل كبير، هيبقى فيه شوية منطق لكل الأشخاص اللي حواليك اللي بيكونوا بيمر بتوتر شديد في حياتهم أو خوف، بيواجهوا أخبار كتير غير سارة عاطفيا. مش هيكون عندك أي نقص في مخاوفك، هيكون عندك تفاصيل صغيرة بتضيء وانت بتخرج منها بأقل الخسائر إن شاء الله، فخليك جاهز للتفاصيل الحلوة دي في يومك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم الجمعة وعطلة نهاية الأسبوع، هتجيب لك تغيرات تخلق مواقف جديدة في حياتك سواء عجبك ولا ما عجبكش. خلال الأيام الثلاثة دي هتواجه قدر أكبر من عدم اليقين في نفسك وفي قراراتك الخاصة، هتستسلم للخوف اللي هيجيلك في حياتك وهتحس بعجز كبير في حدوث مشكلة وحل ليها. حتى لو كنت مجبر على التصرف ضد إرادتك خلال الأيام الجاية، فما فيش مفر من الخلافات اللي عندك، حتى لو كان عندك شخص بيتمتع بشخصية أقوى أو منصب أعلى ضدك، مش هتعرف تستبعد أي خلاف عندك حتى لو كان بيخص شخصيتك. هتبقى مجبر جدا عشان تتصرف بإرادتك خلال الأيام الجاية، مفيش مفر من الخلافات حتى لو كان في شخص بيتمتع بشخصية أقوى أو منصب أعلى ضدك، مش هيتم استبعاد خلافات كتير على أساس جنسي أو عاطفي في علاقات الحب والزواج. هيبقى من الصعب جدا على آباء أطفال الصغار يميلوا لشدة أكبر، وهتفتكروا الصبر في اتصالاتكم وأنشطتكم المهمة جدا في العموم.